يتحدث الحوثيون عن حصار تسبب في أزمات إنسانية، والواقع أن الأزمات التي تسببوا بها يعمل مركز الملك سلمان على معالجتها حتى في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين، منها مشروع توفير 900,000 لتر من الديزل بغرض توفير المياه وتشغيل المستشفيات، بدأت بخمس شاحنات أسبوعية تحمل 180,000 لتر من الوقود. ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، يقدم مركز الملك سلمان 900,000 لتر من الوقود للمحافظات في اليمن، وستقدم على 5 أسابيع. اليوم تصل أو نسلم اليوم منظمة الغذاء الأغذية العالمية 5 شاحنات، كل شاحنة تحمل 36,000 لتر بإجمالي 180,000 لتر من الوقود. برنامج الغذاء العالمي عبر شركائه تسلم شاحنات الوقود من مركز الملك سلمان في مأرب، وبعد معاينة الديزل والتأكد من الكميات تم تفريغها إلى شاحنات تتبع المنظمة العالمية تمهيدا لنقلها إلى صنعاء وبقية المناطق التي تكفل البرنامج بإيصال الوقود إليها. الآن نقوم بالتفريغ من شاحنات القادمة من مركز الملك سلمان بالوقود، نقوم تفريغها إلى شاحنات المنظمة الأغذية العالمية، بحيث هي من ستتولى عملية التوزيع للمستشفيات ومحطات المياه في المحافظات المخصصة لها. ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، أرسل مركز الملك سلمان شحنة وقود سابقة تسلمها برنامج الغذاء العالمي، وتسلم اليوم شحنة جديدة ليتحمل مسؤولية عدم وصولها إلى يد الحوثيين. تكفل مركز الملك سلمان بتوفير الوقود لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في مناطق سيطرة الانقلابيين، يقطع الطريق أمام من يحاولون استغلال سوء الوضع الإنساني. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب.